اهلا وسهلا بيكم في قناه ليرنينج سبرينكلز. النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاعنا هنشرح الساعه او الكلوك كما هي موجوده في منهج كونكت بلس في اول يونت في لسن 1. خلي بالكم من ضمن الحاجات اللي بتعمل عقده للاولاد في شرح الساعه، او احيانا بيبقى المدرس او ولي الامر شايل همها، لما بنحب نشرحها بصفه عامه، يعني عايزين نشرحها كده كلها على بعضها. لا، المناهج ذات نفسها مقسمة الساعة، يعني مثلا هنلاقي في كونكت بلس زي ما احنا شايفين مع بعض هنا ان هو طالب مني حاجتين في اول درس، امتى اقول اوكلوك يعني امتى اقول ان الساعة 12 بالظبط، وامتى اقول هاف باست يعني ان الساعة 12 ونص. لازم اشرح الحاجتين دول بس عشان ياخدوا وقتهم، وعشان كمان ياخدوا يعني اسلوبهم وطريقتهم مع المدرس او ولي الامر، وبالتالي الاولاد يعرفوا يستوعبوهم بالكامل. ويلا بينا نبتدي الفيديو على طول. احنا النهاردة هنشرح الحاجتين اللي مكررين علينا في كونكت بلس تانية ابتدائي يونت 1 لسن 1. اول حاجة وانا بشرح الساعة لازم اعرف الاولاد ايه هو اللي موجود جوه الكلوك ذات نفسها. هما شايفين عقربين، لازم افهمهم كل عقرب منهم بيعمل ايه بالظبط. فمثلا هبدأ اشرح ان اللونج هاند، العقرب الطويل ده بنسميه لونج هاند، ده للمينتس للدقايق، والشورت هاند ده للأورز يعني للساعات. يبقى long hand short hand، واحد بيقول لي الدقايق وواحد بيقول لي ساعات. طيب امتى بقى اقول o'clock وامتى اقول half past؟ يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجة هنشرحها هي o'clock. يعني ايه اصلا o'clock؟ o'clock يعني لما احب اقول ان الساعة 3 بالظبط، 4 بالظبط، 2 بالظبط، يعني مفيش اي دقايق زايدة على 3 دي، هي الساعة 3 اهو زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا. امتى بقى الولاد يعرفوا ان دي o'clock؟ لما الاقي العقرب الطويل long hand on 12، لما الاقيه بيشاور على رقم 12، والعقرب الصغير short hand على 3، يبقى مثلا كده 3 o'clock. طيب لو العقرب الصغير ده يتحرك من 3 وبقى على 4، يبقى 4 o'clock. طب اتحرك من 4 بقى على 5، يبقى 5 o'clock. يبقى الحاجة الوحيدة اللي بهتم بيها عشان اقول o'clock هو ان ال long hand يكون on 12، ودي اهم حاجة بنشرحها للاولاد، when the long hand لما العقرب الطويل يكون على 12. اوكي، فمثلا هنا بقول it's 3 o'clock، لازم بحط it's في بداية اي جملة هقول فيها التوقيت، يعني مثلا اقول it's 3 o'clock، it's 4 o'clock، it's 5 o'clock. تمام؟ تمام، دي اول نقطة. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ازاي اسأل اصلا الساعة كام. بقول what's the time، what's the time، اهو الساعة كام، بجاوب بإيتس واكتب بقى عادي الساعة كام قدامي. هنا العقرب الصغير باصص على 10، وزي ما اتفقنا اللونج هاند على 12، يبقى it's 10 o'clock، 10 o'clock. دايما بقول امتى o'clock بكرر تاني لما يكون العقرب الطويل على 12. طيب لو العقرب الصغير ده يتحرك من 10 مثلا وبقى كده على 2، هيبقى ايه؟ what's the time؟ it's 2 o'clock، 2 o'clock، لان لسه ثابت عندي ان اللونج هاند موجود على 12، العقرب الطويل على 12، عشان كده بستخدم o'clock اللي هي يعني الساعة 2 بالظبط او الساعة 10 بالظبط. يبقى احنا كده عرفنا السؤال وعرفنا امتى كمان اقول o'clock. طيب اخر مثال هنا what's the time، الساعة كام، هقول it's 8 o'clock. what's the time، it's 8 o'clock. 8 اللي ببتدي بيها اجابتي، و8 عشان العقرب الصغير على 8، o'clock لان العقرب الطويل على 12. يلا بينا نشوف بقى تاني حاجة مكررة علينا وهي half past. يعني ايه half past؟ يعني ونص، half اللي هو النص، وpast بستخدمها بدلا كده من تعبير و، half past. طيب انا هنا دلوقتي المفروض لازم افهم الاولاد ان اللونج هاند اتحرك من 12 بقى على 6. دايما دايما لما يبقى اللونج هاند على 6 اكيد هستخدم اللي هو التعبير بتاع half past ان هي ونص. طيب يعني مثلا لما اجي اقول what's the time، اقول it's half past 4، half past 4، وهنا هذكر الدقايق الاول، اقول half past وبعدين اقول الساعه كام، لانها عكس o'clock. في o'clock انا بذكر الساعات الاول، لكن هنا هذكر الدقايق، هقول it's half past 4 يعني الساعه 4 ونص.
مهم قوي برضو ان انا الفت نظر الاولاد ان لما يكون الشورت هاند العربي الصغير ما بين رقمين انا دايما بختار الرقم الاقل، يعني هو هنا ما بين 4 و 5، فالولاد بيبقوا محتارين طب اختار انهي، دايما بنختار الرقم الاقل، يبقى it's half past 4. طيب تعالوا ناخد مثال تاني علشان يبقى الموضوع افضل. هنا مثلا what's the time، what's the time، اللونج هاند على 6 يبقى هقول it's half past 8، it's half past 8. طيب في طريقة اسهل موجودة برضو عندنا في الكتاب، ان انا بقول it's 8:30، هقراها زي ما هي، في 30 دقيقة موجودين من اول الساعة من اول رقم 12 لحد رقم 6. ازاي بشرحها للاولاد بالشكل ده؟ هاجي كده اجيب القلم بتاعي ابدأ افهمهم ان من 12 لـ 1 في 5 minutes، 5 دقايق، وهنا 5 minutes، ما بين كل رقم والتاني في 5 دقايق، 5 minutes، 5 5. طيب نعد كده 1 2 3 4 5 6، لو عملنا 6 ضربناهم في 5 minutes هيديني 30 minutes، 5 و5 10 بالطريقة الأبسط خالص، 10 و10 20 20 و10 30، يبقى 30 minutes. يبقى أنا ممكن أقول it's 8:30، إن الساعة 38 دقيقة، it's 8:30، أو أستخدم it's half past 8، إن الساعة 8:30. ناخد حاجة كمان، what's the time، الساعة كام، الأسلوب السهل ها اللي احنا عدينا بيه، أدي كده 5 10 15 20 25 30، يبقى هقول ايه it's 7:30، it's 7:30، دي الطريقة السهلة. طب حبيت ان انا اقولها بطريقة تانية هقول it's half past 7، لان اللونج على 6 يبقى half past والشورت 7، الساعة 7:30. وطبعا الولاد لو اصلا بيعرفوا يقروا الساعة بالعربي ده هيسهل عليهم كتير، لان في منهم بيقدر يحفظ ان كلمة ونص دي معناها half past، فيبدأ يبص في الساعة هو بيعرف اصلا يقراها بالعربي وبيقول الساعة دلوقتي 7:30، 7:30 هتبقى ايه، يبقى half past 7، بيبقى كنوع من انواع الترجمة. لكن لو الاولاد اول مرة يتعرفوا على الساعة اصلا بيبقى بنستخدم الطريقة اللي انا وريتها لحضراتكم دي، ان احنا نبدأ نفهمهم ان ما بين كل رقم والتاني في 5 minutes، وبنبدأ نعدهم 5 10 15 20 25 20 I'm sorry 30، يبقى احنا كده وصلنا ان عندنا 30 دقيقة، يبقى بقول it's 7:30. طيب ناخد example كمان، what's the time، هنا الـ two arrows او الـ two hands يعني موجودين على نفس الـ number. طيب انا هعمل ايه، هعد يلا 5 10 15 20 25 30، يبقى هقول ايه it's 6:30، it's 6:30. او الطريقة التانية ان هنا الـ long hand على 6 يبقى هقول it's half past 6، الساعة 6:30. طيب تعالوا بقى نعمل كويز كده، شوية أسئلة على O'clock و half past مع بعض. احنا اتفقنا ان O'clock لما يكون اللونج هاند على 12 و half past لما يكون اللونج هاند على 6، يلا بينا نشوف مع بعض. مثلا هنا في اسلوب للسؤال what time is it، لان احيانا بيبقى نفس السؤال بنفس المعنى ولكن الولاد يشوفوا شكل مختلف ليه يرتبكوا، فلا احنا بنبدأ نعرفهم على شكلين للسؤال، what time is it او what's the time، what time is it او what's the time، الاثنين معناهم ان الساعة كام. ببدأ هنا اشوف اللونج هاند، اللونج هاند بيبص على مين، على 12، يبقى هقول ايه it's 1 o'clock، it's 1 o'clock، لان زي ما اتفقنا 12 يبقى o'clock، 6 half past. تمام يلا بينا نشوف اللي بعدها، ها what time is it or what's the time، اللونج هاند هو اول حاجة لازم ابص عليها، طالما على ال 6 يبقى half past، يبقى هقول بطريقتين، يا اما الاسلوب السهل اللي احنا اتفقنا بيه ان احنا بنعد ال minutes 5 10 15 20 25 30، فأقول it's 2:30، إن الساعة 2:30 دقيقة، أو
It's half past two. أو الساعة 2:30. نشوف اللي بعدها. ها؟ What time is it? الساعة كام؟ أو what's the time? هنا long hand موجودة على 12. 12 يبقى إيه؟ يبقى o'clock. يبقى هقول It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. يبقى الموضوع بسيط جدا. التاب الوحيدة ان احنا بنخلي الاولاد يركزوا مع اللونج هاند ونعرفهم ان مع اللونج هاند لو على 12 يبقى o'clock، لكن لو على 6 بقول half past. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ومشكلة الساعة مش إعجاز كبير قوي زي ما احنا متخيلين. قسموا بس المنهج زي ما هو موجود قدامكم، بلاش نشرح لهم كله مع بعضه. يعني امتى اقول الساعة 12 بالظبط، وامتى 12:30، وامتى 12:15، وامتى 12:15. ده اللي بيخلي الدنيا صعبة. فاحنا في الفيديو ده شرحنا بس الجزئين اللي مقررين على الاولاد في كونكت بلس في يونت 1 لسن 1، وهم ان امتى اقول ان الساعة 12 بالظبط it's 12 o'clock، او ان انا اقول ان الساعة 12:30 يعني 12:30 دقيقة، او it's half past 12 ان الساعة 12:30. هم دول الطريقتين اللي هيخلصوا مع الاولاد في اول مرة تقعدوا تذاكروا. وان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنكمل لكم بقية شرح الساعة. يا رب يكون الفيديو كان مفيد سهل وبسيط ليكم. ولو ليكوا اي كومنتس، حاجة عجبتكم او حاجة كمان ما عجبتكوش، ياريت تكتبولنا في الكومنتس. اهم حاجة ان ما تنسوش السبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم بقية فيديوهات المنهج. ولو عندكم اي نوع من انواع المقترحات للفيديوهات الجاية ياريت تكتبوها لنا كمان في الكومنتس. وشكرا جدا ليكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.